هلو everybody في فيديو جديد. الفيديو اليوم نشرحو كيفاش تاخذوا التوكن هذا اللي تقدر تستبدلو بكيوب ماجيك كامله. دابا ندخلو نجربو جيم ماس واحد الجيم جوج ثلاثه باش تاخذو التوكن. التوكن الاول كتاخذو بتسجيل دخول، ثاني تلعب ماتش واحد خاصك تلعب جوج ماتشات وعاد تاخذو. وكيوب ماجيك كتقدر تبدلها غير بثلاثه التوكنات، يعني مرة التوكنات سهل وبسهل بزاف. انا كنت ساليت الجيم، صافي الجيم الاخر عندي، صافي خديت كاع التوكنات اللي ممكن تجمعهم. هنا كيعطيوك شخصيات لمدة 7 ايام. هنا صافي جمع التوكنات، هنا نمشيو نديرو الاستبدال ديال الكيوب ماجيك. حتى الكيوب ماجيك مبقاش عنده الاهمية كيف الاول اللي كان قديم. هنا دابا نمشيو ندخلو المتجر نشوفو السكينات اللي كاينين، عاود رجعو السكينات ديال الكونغ فو، السكينات كانوا في دايموند رويال. هنا خدينا هاد السكين وسو السكينات باقي لحد الساعة اللي بغا ياخدهم.